شيخ الأخ علي من ليبيا أعانه الله، هو معاق يقول لا يستطيع المشي، يسأل يقول هل يجوز أن يصلي وهو نائم على ظهره، مع أنه يقول يستطيع الجلوس على الكرسي بمساعدة الآخرين. فيما يتعلق بصلاة العاجز، إذا كان يستطيع أن يأتي بالصلاة جالسا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن الحصين كما في الصحيح: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هكذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الاستطاعة، ابتداء بالقيام: وقوموا لله قانتين، فإن لم يستطع فقاعدا، لأنه أقرب إلى القيام وأعدل في الهيئة وأقدر على القيام بالإيماء للسجود للركوع وحتى السجود، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذه أدنى المراتب. فإذا كان يجد من يجلسه على الكرسي ولا حرج عليه ولا أثر مرض يعني أو يؤثر على تعبه، فلا حرج إن شاء الله تعالى، يجب عليه أو يجب عليه أن يصلي جالسا. لكن إن كان لا يجد أو يشق عليه بنوع من التعب الذي يزيد عن المعتاد أو يؤجل شفاءه، فعند ذلك يجوز له أن يصلي على جنب أو جالي أو مستلقيا لما تقدم من الآيات من الحديث. والله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أحسن الله عليكم.